خد كيس الفلوس ومشي ومحدش قال له انت بتعمل ايه. فقام ناتش التليفون قبل الباب ما يقفل. اطلع انده عليه. خد يالا خد يالا. دي واحده كانت بتركب الموتوسيكل بتاعها طلع لها واحد وصلي على رسولك يا الهي وعترته وصحبه ما ذكرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. عفن حرامي بقى هتشوفه معانا النهارده هو حرامي ملابس ده واحد بس، بعد كده في حرامين غيره يعني. ده واحد شاف واحده معلقه هدوم طبعا ما تعرفش جلابيه بيضة، فطبعا الراجل عايز يصلي الجمعه زي الناس بيلبس جلابيه بيضة. لا وعز النهار كنت مفكر الفيديو بالنهار قوي يعني بعد الفجر بتاع، لقيت ناس داخله وطالعه وكده، بص شمال يمين لقى العمليه قاعده مفيش غير لا مؤاخذه واحد شبهه قاعد على الارض اهو، مش في الخلقه لا في الاخلاق، يمكن الاخلاق رحمه شويه، قام واخد الجلابيه وفاكك حسبي الله ونعم الوكيل. ده بقى افجر حرامي. هو الفاجر تعرفه منين؟ من الجرأه بتاعته، لما يكون واحد واقف قدام فرن عيش، واحد دخل يجيب عيش واقف في الطابور والناس واقفه وبتاع في وسط البشر، بس هو عارف صاحب المكنه فعينه عليه، فيقعد بقى يركز بقى يشوف يقطع ايه ويفتح ايه ويقص ايه عشان ايه يشتغل. فن ده مش مهنه، دي مهنه. ايوه صاحبها سايب الدركسيون مفتوح امان بالنهار مسرحه جاي، مين هيسرق والست بتتكلم في التليفون؟ مين هيسرق واحد واقف قدامها كده ما يعرفش ان الفجر ده موجود؟ فطبعا قطع السلك وقام مدي منافله وماشي. دي واحده ماشيه في امان الله، يجي واحد من وراها يقوم واخد الشنطه بتاعتها هوب وفاكك. طب يعني الحكومه تسيبه؟ اتقفش. ده واحد خلى العربيات واقفة في المرور ومجاي على العربية منشن ان فيها شنطة، يقوم كاسر البتاع بالراحة كده هوب واخد الشنطة وطلع جاري. برضو الحكومة تسيبه؟ لا، حظه زي اللي فات، حظه منيل، جابوا من قفاه اهو عرف، بس بعدها بساعات يعني خلوه ماشي من كاميرات المراقبة. برضو كاميرات المراقبة دلوقتي يا باشا بتبقى داخل محل السوبر ماركت متراقب. قفشوا خش على اللي بعده. دول بقى معاهم مكنه وهيسرقوا مكنه موتوسيكل، بس النوع ده تقريبا نوع ابن ناس يعني، فجايبين بقى فجر بقى اللي هو الصاروخ اللي هو الصغنن ده اللي بيشتغل بالبطاريه، وصاحبها مجنزرها يعني قال لك مكنه غاليه زي دي اسيبها للولاد كده؟ لا لازم أأمن عليها. يسكتوا؟ لا ناخدها ونخلع. بس اتقفشوا برضو. ده ولد ماشي، بص بقى كده ركز، قاعد ده خد التليفون من ايد الست وطلع يجري. يتساب؟ لا، حظه انيل من اللي قبله، بالصدفه كانت الشرطه معديه دخل في الحواري قال لك العربيه مش هتجري ورايا، لا هنجري وراك ما تخافش هنجيبك، ما انت واطي. وجابوه، تعال تعال الحمو يا حبيبي. ده واحد ماشي، بس دي سرقه بالاكراه بقى، اقف يا انت وهو يلا طلع اللي معاك. طبعا في الحاله اللي زي دي كده حياتك اغلى من اي حاجه. مشيوا. طب يتسابوا طيب كده؟ لا، حظهم انيل وانيل من اللي فات، بالصدفه شرطه معديه، تعال تعال الحمو يا حبيبي. جابوهم اهو، تعمل نفسك بلطجي تعالى. اللي بعد ده واحد طالع من البنك، فطبعا انت وانت في البنك بيبقى في حرامية كتير عارفين مين اللي صرف ومين اللي ما صرفش ومين اللي حاجته متامنه ومين اللي ينفع نسرقوه. جا الراجل ده مع واحد صاحبه كان في البنك، يا حمو ايوه باشا انا. الراجل طالع وماسك كيسه في ايده حاطط فيها الفلوس، هو بنت ايش وانا هستناك بالموتوسيكل واركب وامشي. دي بقى سر شاحنه السعوديه، بس عربية نقل فجر بقى ما في بعده كده. ده اكيد ميكانيكي يعني، العربية زي دي ما يعرفش يسرقها ويفتح بابها ويدورها من تحت كده الا لما يكون دارس، مش اي حد يعني. هما اتنين مع بعض، سواق واحد جنبه،
فتح الباب اللي هناك وفتح اللي هنا. ايوه فضل التدويره بس. تاكل عيلك حرام ازاي يعني؟ مش عارف اللقمه تنزل في بطنك ازاي يعني؟ يعني اللحم ده كله حسبي الله ونعم الوكيل. دي واحده كانت بتركب الموتوسيكل بتاعها طلع لها واحد انزلي يا بنت انت، هتنزلي ولا اعمل معاكي جلاشه؟ انزلي. فقامت نازله الست خافت، حياتها احسن من 100 مكنه. فالست خايفه ومش لاقي حد، عماله تبص شمال ويمين، لا وكمان هات البتاع خد. اعمل ايه؟ خايف ما اعمل ايه؟ طيب هعمل ايه؟ عمال يهددها بقى. فطبعا معلش عشان خاطري، طب مش عارف ايه، مفيش حد، طب الموتوسيكل بتاعي. طبعا في ناس عدت شافت الحوار، اهو واحد جري هناك وهروح يجيب الناس، والست دي برضو وقفت حست ان هي بتتحايل عليه، قال لها خدي شنطتك وخلاص. عطلته شويه، جه بقى رجاله الحي. وجت الرجاله بالشوم، ايوه ما طلعش. تعال انت رايح فين بقى؟ خد يا باشا. بس طبعا الحاجات دي مش هينفع نعرضها يا جماعه، عشان الحاجات ما ينفعش كده. ده واحد شاف واحد معدي، بس هو عارف انه حرامي في الحته، انا عارف انه حرامي، فدخل شقه فقام مصور واستناه وهو طالع، هو عارف انه حرامي. اسمع بقى يقول له ايه. خد، تعال انت رايح فين؟ واخد امبولي منين؟ خد مين امبولي؟ ايه؟ قدام حل الفول. حل مين؟ حل الفول اللي بره. ومين اللي مين اللي سابها ابوه؟ احمد. احمد مين؟ احمد محمد. سيب الانبوبه دي. سيب الانبوبه سابها. اطلع امدح عليه. اطلع. خد يالا. خد يالا. راس مغ. ده واحد واقف في قطر وخلى واحده بتتكلم في او مترو بتلعب في التليفون، فطبعا باب المترو بيفتح ثواني ويقفل تاني، فطبعا هو متدرب على كده، بيجي قبل الباب ما يقفل بتكه، عمل نفسه نايم، هو حاسس ان اللي قدامه بيصوره فعمل نفسه نايم، فقام ناتش التليفون قبل الباب ما يقفل، عارف ان الباب خلاص هيقفل. حسبي الله ونعم الوكيل. متدرب يا عم. روح يا راجل، روح يا راجل، حسبي الله ونعم الوكيل. ده واحد دخل سوبر ماركت، بس في مكنه الي اللي هي بتدفع لها، تصور الحاجه تقول لك الثمن انت تدفع، هي تطلع زي البيبسي كده، مكنه بيبسي تقريبا. فطبعا الفلوس بتبقى متحوشه فيها من جوه. دي مكنه زي مثلا في شركه شوكولاته بتعمل مكنه زي كده، تجيبها لك في المحل وليك نسبه يعني. حبايه الشوكولاته ما تخرجش الا بالعمله. فده قام داخل كاسر البتاع، والناس مفكرين ان هو ايه، عامل نظافه او عامل صيانه. خد كيس الفلوس ومشي، ومحدش قال له انت بتعمل ايه. مفيش اي دليل على غير كاميرات المراقبه. انت بتعمل ايه؟ عمل ايه الراجل؟ خد فلوس ومشي. بعد ايه بقى؟ خش على بعده. ده واحد تربيه بقى القليله شويه، معاه طفل صغير وهيسرق لابتوب، ومعاه مين؟ بيعلم ابنه السرقه بقى. ما انت هتقول لابنك ايه يعني؟ اذا ما كنتش انت قدوه لعيالك. والواد شايفه عمال يبص، خده في حضنه وحط بتاع في صدره وخد بعضه وخالع. بص بقى طريقه السرقه دي، بتوهم اللي قدامها ان هي طلعت فلوس، شافتها اهي تطلع بقى فكه، وقامت عاينه الفلوس الثانيه. شوف ركز، عانت الفلوس خلاص كده، لما تقول لها انا اديتك الفلوس هي فعلا شافتها، فالذاكره بتاعتها انا شفت فعلا 200. هتقول لها هات الباقي، هتقول لها خدي دول وهاتي كذا، تقول لها ماشي، فهي مشغوله بالحاجه اللي قدامها، وقامت تديلها الباقي مع انها ما خدتش فلوس، بس هي يعني حسبي الله ونعم الوكيل. الناس اللي زي كده بتبقى شغاله دماغها مش فيها يعني، وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. ادعو واهتف باسمه ان كان فضلك عن فقير.